ولذلك يا إخوة لا تملوا من جلوسكم في الحلق أبدا، اجلسوا واصبروا وصابروا ورابطوا، وما تستطيعون أن تقدموه من العلم للأمة فقدموه. وإياكم والمخذلين الذين يقولون من أنت؟ أنت أنت، علمت شيئا فقدمته، ما زدت ولا كذبت ولا تزينت بما ليس فيك. انشر ما تعلمه ولو بدروس في بيتك مع جيرانك، وهذه الوسائل الحديثة ما أكثر من يستخدمونها في إغضاب الله، فكن أنت ممن يستخدمها في إرضاء الله. انشر بها الخير، دل عليه، دل على أهل الخير، كثر أهل الخير، زاحم أهل الباطل بالخير إن كنت تستطيع ذلك.